بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل الود والتقدير لكل أسرة سودانية بتساعد وبتساند أهلها وبتساند جيرانها، مع كل الود والتقدير لأسر قدر ما هي بقى في عددها كبير بتلقى رعاية وعناية. ظروف الحياة بتختلف، وظروف الحياة بتبقى نوعا ما قاسية وبتقصو برضو على حتى الكرم والجود اللي بيساعدوا بيه وبيساندوا بيه الناس ديل. البيت الوراي ده فيه قصة بتشبه الكلام اللي قلته ده. بيت فيه بنات عايزات يقرن، عايزات يتعلمن. أم فيها شيء من الإعاقة، وبرغم كده هي بتحاول قدر ما تقدر إنها توفر لبناتها سبل التعليم. عندنا قصة تستحق مننا الشكر والعرفان والود والتقدير. تفضل معنا استمع مع بعض لحكاية فاطمة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. زي الحال؟ سلامة. زي الحال؟ إن شاء الله كويسة. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. كيف صحتك؟ دخلنا للمكان اللي ساكنه فيه فاطمه. بنشكرك اول استقبالك، وربنا يديك الحلوات، ربنا يحفظهم ان شاء الله يا رب. نتعرف عليهم في الاول قبل ما نبدا. سيكونوا ايات تقريبا سنه كم؟ في ثامن شهور. ما شاء الله ما شاء الله، يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. لو تبقي شو لما تكبري؟ دكتوره. دكتوره؟ تمام ان شاء الله. دايره دكتوره تكوني دكتوره شنو؟ حددتي ولا لسه؟ يلا لما تخشي كل الطب تحددي كويس ان شاء الله. زيك امسك الميكروفون كده شوفي تعرفي. ايوه تمام. ايناس ياسر. قربي كده لك. اسمك شنو؟ ايناس ياسر. كيفك يا ايناس؟ تمام الحمد لله. سنه كم انت؟ ماشي سادس. في خامس ماشي سادس. خامس ماشي سادس ما شاء الله. درتي شنو يا ايناس؟ دكتوره. دكتوره برضه ما شاء الله. يا رب ان شاء الله. ادي الميكروفون لاختي. زيك. أماني ياسر. أماني في كم يا أماني؟ في سابع ماشي ثامن. ما شاء الله، يلا ربنا يعينك إن شاء الله وتجيب نسبة كبيرة. اللهم الجامعة دار تخشي شنو؟ مهندسة. دار تبقي مهندسة؟ يا تو هندسة؟ أحددت لسه؟ يلا معناها زي آيات لما تخشي الكلية عندك حد. ولا في ثالثة أنت بتحددي بعد ذاك إنه دار تخشي وين؟ إن شاء الله ربنا يوفقك. زيك؟ تمام الحمد لله. اسمك منو؟ إسراء ياسر. أهلا يا إسراء، سنة كم؟ في ثانية ماشي ثالث إن شاء الله. الثانية ثانوي ما شاء الله. دار تدخلي وإنتي خلاص إنتي أقرب واحدة ليديل عشان تخش إن شاء الله. أي دار تخشي يا كلية إن شاء الله؟ دار أخش جامعة الخرطوم وعايز أقرأ هندسة طبية إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. علمية يعني تحسي؟ إن شاء الله. ماشي كويس في القراية؟ الحمد لله. الحمد لله. درجاتك ده طبعا العلميين ده درجاتهم عالية. اي تتوقع ان شاء الله تجيب نسبة كم؟ ان شاء الله 95. يا رب ان شاء الله باذن الله يزيعوك كده كلنا نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم لك ان شاء الله يا رب العالمين. يعني انت عندك بس الاربع بنات دي ما عندك غيرهم، ربنا يحفظهم ويخليهم لك. ربنا يرحم والدهم ان شاء الله. توفى متين هو؟ 2008. من 2008. انتوا كنتوا وين اول قاعدين يا فاطمه؟ والله في البيت ده بس وزاده كان معنا حياته يعني قاعدين في البيت ده. ده بيت منه؟ بيت رابح. اللي هو امي يعني؟ والله هو رابح ده سيد البيت يعني. قريبكم يعني ولا زول من بعيد؟ اي خالنا. ايوه يعني في صله قرابه بيناتكم. اي في صله قرابه. كنتوا قاعدين حارسين البيت هنا؟ اي اهالي دي طبعا ما بقدر اجر، والله الايجار صعب علي ومعيشه البنات والمدرسه والهنا كثيره. قلت له خليني بس اقعد ان شاء الله في الحوش ورا واقوم اعمل لي فيه وراكوبه لغايه ما اقدر ابني قطعتي. عندي قطعه والله برضه لكن ما قدرت في ابو سعيد مربع 38. في ابو سعيد مساحته كم؟ 300 متر. كويسه كويسه ان شاء الله باذن الله ربنا بسهلها باذن الله. وجيتي سويت العريشه دي؟ بس سويت العريشه وقاعده فيها والله. راكوبه تحرسها خيوط العنكبوت وحمامة يأوي إليها آل ياسر من حر الشمس وهي رجراج، ويختبئون تحتها عند المطر. وما أهون الراكوب في الخريف،
لكن فاطمة بنت بابكر أم البنات تناجي بناتها ألا تحزنوا، إن الله معنا. بعد أن ساق الموت عنهم والدهم ياسر قبل 10 سنوات. في باقي عفش برا ده حقك؟ والله بس البجاي ده من هنا كله البجاي ده حقي، هم البغاي ده حقهم يعني، بس سرير وكده بس حقهم. حسيتوا بعدين العفش ده كله بتنوموا هنا شايفه ورا البرجاز يعني انتوا؟ اي والله مضيفه مضيفه زي ما بقولوا، ومطبخ ان شاء الله ربنا يقدرك، ان شاء الله ربنا يعينك يا رب ان شاء الله. طبعا تربيه البنات لما نوصل لاعمار دي ما حاجه سهله يعني، الحمد لله. في وقت انه والدكم دي تعتبر السنه العاشره لي والله يرحمها يعني، كيف كنت يعني بتقدري مثلا انك تجيب قروش عشان اكلهم وشرابهم وتعليمهم؟ والله الحمد لله يا غايته، كنت انا اول بدايه هو من حياته، هو ذاته طبعا زول معاق من حياته، هو ذاته اي هو ذاته كان زول معاق. يلا من حياته كنت بعمل الطعميه وبعمل الريحه، يلا تاني بقى ليش انو المصروف صعب عشان اقدر اجيب الحاجات دي واقدر اوفر لبناتي حق الدراسه، بقت لي صعبه. بقيت الحاجه اللي ربنا بيقسمها لي بس بخطها لبناتي عشان يمكن واصلنا المدرسه ونجي اعمل لهم بها اكل. فاطمه معلش يعني في الكلام، انت مركبه يعني رجل صناعيه ولا؟ اي رجل صناعيه والله. يعني مشكلتك الصحيه كانت شنو انت؟ والله هي شلل. شلل اطفال كان شلل اطفال. ايوه. ومتين ركبت الرجل الصناعية دي؟ والله بدري شديد والله. انا من عمري 4 سنة وبلبس الطرف الصناعي. من بدري يعني. طيب يعني بتابع انت ذاتك مع دكاترة بتشوفي الان ما يعني عشان تبدا تشوفي عظمك ذاته كيف ماشي كيف؟ كنت متابعة مع دكتور الفاضلابي والكردي كان في السلاح الطبي. هو كان قالوا يعملوا لي عملية والعملية دي كان الا كان برا. ليه؟ بعد ذاك مكان لسه الكلمة لسه ما تطور شديد. أيوة. قالوا المفصلة دي ذاتها قالوا هو ما مش شلل وبس يعني، حصل فكك ذاته قبال الهناية. ما معروف مع الولادة حاجة زي دي، المخروقة دي حصل فيها انه فكك من فوق يعني، من فوق المفصل. أيوة. من فوق. أيوة. من الحوض يعني؟ من الحوض. قاموا قالوا لي اصلا المادة اللزجة دي ما يمشي يعملوها لك الا برا بين العظم والعظم، يلا حصلت الهناية النزيف داخلي دي ما بخلي الرجل ترجع، تمشي تعملها لك برد عشان تقدر ترجع لك كويس. ظروفي اهو صعبه، تاني الوالده توفى. والحمد لله رضيت بالحاجه ربنا قسمها لي، وبقيت اتابع شنو. وقلت له يا دكتور ما بقدر اعمل اي حاجه، بس المهم شوف لي بس حاجه ارفع بها نفسي. راكوبه هي حصرا لنور النسوه عنوه واقتدارها، يتجلى البر تحتها في أبهى صوره، 4 بنات وأمهن كحبات السبحة في خيط واحد. هذا المكان هو كل دنياهن، هنا المنام والجلوس والمذاكرة والمطبخ وكل ما يمكن أن تفعله ويفعله أبناؤك في بيت فسيح. أنا عرفت أنه آيات برضو عندها والله، ايات دي رواج في السلسله الفقريه. المشكله دي جايه شنو، خلقيه يعني ولا؟ والله وقعت بس والله. وقعت هم من كان قبلي وطوب كثير وهو زمان هو شلاك تشوف بعدين. طلعت وجات واقعه. مما رفحتها بس ثاني خلاص ما بتقدر بتقيف. الكلام ده عمره كم سنه؟ والله عمره 4 سنة. رقدتها في الحوادث كثير وفي النهايه المهم يلا قمت شنو بسأل من الناس اللي هناي، في واحدة قالت لي يا أخي أنت تمشي وقدمي لناس ديوان الزكاة وقدمي للجهات الخيرية يقدروا يقفوا لك يحلوا لك مشكلة بنتك دي علاج. واحد من الناس الفاعل خير ديل قال خلاص آيات دي شوفوا هنا قصة عملية شنو. حددوا لنا العملية إن مركز فضيل ب 33,450,000. مشينا وقام شنو طوال الزول ده فعلا فتى جاب القروش دي وقال يعملوا لها العملية. وبعد ذاك عشان هنا قعدنا نقابل الدكتور، الدكتور لما جانا بيجيكم من لندن كله 3 شهور في رويال كير. قال العملية دي ما بتنجح يعني، هي بيحصل فيها ضعف كبير، قال احتمال كبير يحصل شلل، وإذا كان برضو قعدت كده برضو حيحصل شلل. وقال الكلام ده ولما سمعت الكلام ده كلمها عديل يعني وجها لوجها، قال المهم اتضايقت وزعلت وقفلت الباب مرقت، قالت له يا دكتور انا ما دايره عمليه،
اصلا نهائي ما تعمل لي. يا عيات انت حاسه كويسه صح؟ طيب لو العلم ده انت مش قادره تبقي دكتوره؟ انت مش عارفه انه العلم ده بيمشي لقدام وبيمشي متطور؟ طيب عيني لي يا عيات ما ترفضي لما يجيكي مثلا اي طريقه او اي فرصه بتاع العلاج كويس؟ توعديني؟ هاي عشان بشوفك دكتوره كبيره وتطلعي وتنزلي وتخشي عمليات وتطلعي انت ذاتك تساعدي الناس صح؟ وللهدايا في عيد الام هنا حكايه لا تعرف الهدايا المنمقه، فقط قلم وورقه وبضع سطور من البر الجميل. اهداء الى ام الحبيبه، ام العبيبه، ام العزيزه، الام ينبوع يترقف حنانا ويصفو رحمتها، هيأها الله سبحانه وتعالى لتمد الانسانيه باروع ما فيها، وهي زهره يانعه بكل ما فيها. ثم تنهمر دموع العرفان بعظمة فاطمة بنت بابكر. يبدو أن الكفاح لا يحتاج إلى قدمين لتمضي فيه. انت عارفة الحاجات البسيطة دي تخليك تكوني مبسوطة، تكوني سعيدة بأنه بناتك الحمد لله بارات بيكي. ان شاء الله ينجحوا، ان شاء الله يبقوا دكتورات، عندك دكتورتين ومهندستين، ان شاء الله يبقوا لك زي ما انت دايره باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. باذن الله حبيباتي، ان شاء الله حياتكم. انتوا كمان عليكم مسؤوليه كبيره، امكم دي محتاجه لكم تساعدوها وتساندوها صح، وانتوا دموعكم دي معناها انتوا فعلا بتحبوها شديد وبتبروها، لما تشوف نجاحكم هي كده تكون وصلت الحاجه ده اكيد. فاطمه انت محتاجه لشنو؟ يبنوا لي بيت قوس ان شاء الله، غرفة ولا حوش بس اقدر اقعد فيها بس مع بناتي وألمون يعني في حياتي دي. يعني انت ممكن زول تاني يقول محتاج قروش او محتاج حاجة، انت ما محتاجة ده والله يا سيدي، انت محتاجة بس محتاجة ان انا بس اقنف في بيتنا ده واكون لامة بناتي بالعافية والسلامة. انا من صاحب الامانة اشي الامانة. الله يديك العافية طول العمر يا رب، الله يديك العافية طول العمر يا رب العالمين. ده اللي بنتمناه، ويا مساحتها 300 مش كده؟ فياتو مكانها ابو سعيد مربع 38 باذن الله تعالى. نفسكم في شنو يا بنات؟ نفسك في شنو يا ايا؟ فواكه. نفسك في فواكه؟ الا تفاح. نفسك في تفاح؟ حبيبتي حبيبتي انا ان شاء الله. هاك يا هاك حبيبتي. نفسك في شنو يا ماما؟ أناناس. أناناس. نفسك في شنين؟ أناناس. نفسك في أناناس يا إيناس؟ أنتي حبيبتي؟ ولا حاجة له. نفسك لقدام يكون في شنو؟ إنه نمشي بيننا ونقعد هناك ونكون مرتاحين. هيفرق شنو حبيبتي إنكم قاعدين هنا وإنكم تمشي تسكنوا في بيتكم؟ لأنه هنا الزول بيكون قاعد ما بيكون مرتاح في بيت الناس زي بيته. ان شاء الله حبيبتي باذن الله. قد ايه اختك نفسك شنو رايك قدام يا امي؟ والله بس نفسي نكون قاعده في بيتنا ومع اخواتي ومع امي، وربنا بس يطول لي عمري ان شاء الله. بس ان شاء الله باذن الله تبقى طيبه وسالمه باذن الله تعالى. ان شاء الله. الصبر والجلد ان تبدى في انسان فهو في فاطمه بنت بابكر، منذ ان رحل ياسر وهما في ريعان الشباب أضحت كل الدنيا عندها سرا من أربعة أسماء: إسراء، آيات، أماني، وإيناس. طفلة صغيرة بتكتب كلام يعني ممكن زول كبير ما يقدر يكتبه، لأنه الحب جاي من الامتنان. عارفين إن أمهم بضحت كدور شنو، إن أمهم دي رغم إنها تعبانة لكن بتحاول إنها توفر لهم رغمة العيش. فربنا يكرمهم وادعوا لهم معانا وساعدوهم معانا بانه نقدر ان شاء الله نمرقهم ان شاء الله لبر الامان ويخشوا كلهم كليات الطب والهندسه يا رب. فاطمه ده مبلغ بسيط مقدم من قناه الشرود وعن الزكاه. من العافيه ان شاء الله ان شاء الله يساعد ربنا يديكم ويكفي مرادكم ان شاء الله ان شاء الله ويديكم العافيه ان شاء الله يا رب العالمين.
وحقيقة شكر وود وتقدير ليكي. احنا ما بنقول للزول الإعاقة دي، دايما بنقول للناس الما دايرين يعملوا شي ليه قدام، لكن هي ابتلاء من رب العالمين، صبرت عليه وإن شاء الله ربنا يكرمك بناس تقدر تساعدك وتساعد آيات وتساعد كل يعني الأسرة بإذن الله تعالى. وبنشكرك على وقفتك في بناتك وإنك قدر تستريهم وتساعديهم وتسانديهم، وإن شاء الله تشوفي النجاح وتشوفي زواجي وتشوفي أولاد أولادك يحوموا حواليك في بيتك اللي انت دايراه بإذن الله تعالى. إن شاء الله. فاطمة برغم ما بها تحمل هم البنات، مثلما هذه الشعبة تحمل عريشة البنات وتكاد تهمس للمرك وهو ينوء بشدة الحمل، أن يصبر وتجلد رحمة بالأم وبناتها في خدرهن الوحيد. نعم، راكوبة ومصباح واحد، لكن لمن له بصيرة فالمصابيح هنا كثيرة ومنيرة. يعني كاس فاطمة بابكر عيسى المركز الأول. فاطمة دي اللي هي أم البنات الطموحات، اللي كل واحدة فيهم دايرة تبقى زولة ويبقى عندها اسم من الجائزة اللي جابته أمهم دي. فاطمة الجائزة اللي جبتها من وين؟ والله كان أهو في برنامج أهو شاركت فيه في الاتحاد بتاع المعوقين شنباط الأراضي من قبل 5 سنة، يعني ياهو على حسب زي ما بقول صوت نسائي. صوت نسائي. أغنية حماسية يمكن هاي تراثية دي احنا لقيناها يعني تحت نص الحاجات. ما تتترب أصله، دي تتنظف تترفع فوق فوق عين اي زول. ايوه، لانه دي ذات يشوفوها بناتك، هم الوحده فيهم كان شويه دقست تلقى روحها وعى الثاني وصحت علشان تقرا اكثر وعشان تجتهد اكثر وعلشان تمشي لقدام اكثر. تستحقي حقيقه التكريم، تستحقي الناس تديكي وسام، يعني دي تكون من ذهب حقيقه والله. انت تكرمي بها لانه فعلا انت مثال للام الصامده المكافحه اللي بتدي بناتها علشان تخليهم بنات باخلاق عاليه، وفي نفس الوقت تخليهم شاطرات ومجتهدات وكلهم رافعات راسهم باذن الله. شكرا يا فاطمه، يديك الصحه والعافيه. الصبر والكفاح ده احنا دائما بنقول شيء عليه وناس، لكن المحافظه على بنات باعمار زي دي بقيم بأخلاق بعادات وتقاليد بسترة حال، دي الحاجة الصعبة وصعبة جدا في ظروف ممكن يعيشوها ناس زي دي. للأسرة الكريمة أسرة فاطمة كل الود والتقدير.